على كل حال بقى تعالى نخش في المهم يلا والمفيد والحديث دلوقتي العالم كله طبعا نتكلم عن المواجهات المحتمله واتكلمنا عنها امبارح في دور ال 16 دوري طبعا ابطال اوروبا. امبارح توقعنا وقلنا ان ممكن يكون على سبيل المثال مثلا هنبدا بليفربول ممكن ان هو يواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان طبعا ويقع كمان باريس سان جيرمان مع البايرن وقد كان على فكره ده بالظبط اللي انا وانت لو انت فاكر قلنا امبارح اول مواجهات المرتقبه ومفروض الناريه خلاص قلنا عليها وهي يعني زي ما بيتقال كده ليفربول مع ريال مدريد لقاء بيسموه الكلاسيكو اوروبا. المباراه الاولى هتكون في انفليد والعوده في ملعب سانتياغو. طيب ليه المباراه دي زي ما بيتقال كده يعني تحديدا عليها واخده اهتمام كبير جدا على السوشيال ميديا؟ لان امبارح كان في كلام كتير والمواجهه دي الناس بتتكلم ان هي المباراه الثاريه المباراه المرتقبه وكنا بنقول ده لان هم من كام شهر لعبوا نهائي زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا نهائي دوري ابطال اوروبا والريال كسب بهدف واخد كمان البطوله ده غير كمان ان هو كان في نسخه لو رجعنا 2021 ريال كسب ليفربول في الدور ربع النهائي كان 3-1 كانت مباراه قويه جدا وقبلها في نهائي نسخة 2018 برضو الريال كسب ليفربول بنفس النتيجة. يعني أعتقد هنا الموضوع قلب بعقدة شوية عشان كده لما بنيجي نتكلم عن ريال وليفربول بنقول مواجهة مرتقبة بين يعني اتنين كبار أو عملاقين كبار جدا كل واحد فيهم أكيد أكيد مع عدد كبير يعني من الأبطال من السكواد النجوم طبعا لكن هنشوف المباراة هتمشي إزاي لكن برضو هي مباراة أكيد مرتقبة وثائرية بشكل كبير جدا يا كريم. أكيد.